أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الاقتصادية، والبداية مع العناوين. رئيس مجلس الوزراء يوافق على الاستمرار باستجرار مادة البطاطا من الفلاحين والسماح للبرادات بالعودة من دول الجوار مملوءة بالمحروقات. المؤسسة السورية للتجارة ومصرف التوفير اتفاقية لمنح قرض 5 ملايين لشراء السلع المعمرة، وقريبا اتفاقية الطاقات المتجددة. أهلا بكم. وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصيتي اللجنة الاقتصادية المتضمنتين تكليف التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوجيه السورية للتجارة للاستمرار باستجرار مادة بطاطا الطعام من الفلاحين لطرحها بشكل مباشر في صالات ومنافذ المؤسسة وتخزينها، كما وافق على تأييد إجراءات مديرية الجمارك العامة بشأن السماح للبرادات بالعودة من دول الجوار مملوءة بالمحروقات حسب سعة الخزان وإعادة الشرحات والطبليات المستخدمة في نقل الحمضيات، وذلك لتحقيق وفر في عملية إنتاجها وتكليف مديرية الجمارك تشمل كافة المنتجات المصدرة بذلك. وقعت المؤسسة السورية للتجارة ومصرف التوفير اتفاقية لمنح قرض ذوي الدخل المحدود لشراء السلع المعمرة والغذائية واللوازم المدرسية للعاملين في الدولة من صالات المؤسسة، وقريبا توقيع اتفاقية الطاقات المتجددة. في إطار مسعى المؤسسة السورية للتجارة الدائم بعملية التدخل الإيجابي لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود، وقعت المؤسسة ومصرف التوفير اتفاقية لمنح قرض ذوي الدخل المحدود لشراء السلع المعمرة والغذائية واللوازم المدرسية للعاملين في الدولة من صالات المؤسسة السورية للتجارة. دور المؤسسة اللي مناط فيها بتأمين احتياجات الأخوة المواطنين وفي ظل الظروف الراهنة، دأبت إدارة المؤسسة بالفترة الحالية على تسهيل إجراءات الحصول على المواد تقسيطاً، وتم عقد عدة اجتماعات صراحة مع مصرف التوفير نتج عنها إبرام اتفاقية لتوقيع قرض بقيمة 5 مليون ليرة سورية. طبعا هذا السقف تبعه 5 مليون، ممكن انه الاخ المواطن ياخذ اقل حسب حاجته، لتأمين المواد الغذائية والسلع المعمرة والأجهزة الكهربائية ذات القيمة العالية ممكن اختيارها، وبالتالي تقديم طلب بالمؤسسة والعودة للمصرف التوفير لإتمام إجراءات القرض. بالنسبة للعاملين بالدولة كفيل أو كفيلين حسب بالنسبة للمتقاعدين المتعاقدين أو المثبتين موجودة بدفتر الشروط اللي محطوط، حسم 40% من الراتب تقريبا شهريا، ومدة القرض تقريبا حوالي 5 سنوات. في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية اللي بتمر فيها البلد حالياً، تم الاتفاق مع مصرف التوفير البريد على منح موظفين الدولة قرض سلع معمرة لمدة 5 سنين 5 مليون، بيشمل كافة موظفين الدولة مدنيين وعسكريين ل5 سنين بفائدة 12% مع تقديم كفيل واحد، والقرض بيتيح للموظف ياخذ كل شيء، كهربائيات، منزلية، مفروشات، سجاد، حتى غذائية ومنظفات، كل شيء بتوفر بالمؤسسة بحق له للمواطن ياخذ. المؤسسة السورية للتجارة بصدد توقيع اتفاقية مع مصرف التوفير والصندوق الوطني لدعم الطاقات المتجددة وستبصر النور خلال الأيام القادمة. حقيقة نحن حاليا في طور عقد اتفاقية مع ثلاثية مشتركة ما بين هيئة دعم الطاقة المتجددة ومصرف التوفير والمؤسسة السورية للتجارة، لمنح أيضا الأخوة العاملين بالدولة والمتقاعدين القروض خاصة بتأمين الطاقة المتجددة
قرض الحقيقة تتكفل بكاف هيئة الدعم الصندوق الدعم الطاقة المتجددة بكافة الفوائد المترتبة على القرض، والقرض طويل الأمد ومبلغه قد يصل لعشرة مليون ليرة سوري. هو لسه ما تم إبرام الاتفاقية قيد الدراسة حاليا، ولكنه قريبا سيتم توقيعه. الاتفاقية تخدم شريحة واسعة وتحقق رغبة الأخوة العاملين بالدولة بالحصول على الطاقة المتجددة في ظل الظروف الحالية. السورية للتجارة تعلن باستمرار عن البيع تقسيطا لموظفي الدولة قبيل موسم المدارس وفي بعض المناسبات، كما تطرح سللا غذائية في صالتها لجميع المواطنين وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. في سياق آخر، منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة البطاريات الجافة بمختلف الاستطاعات في محافظة حما، وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 6,700,000,000 ليرة سورية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 29,000 بطارية ومدة تأسيسه سنتان. هذا ويهدف المشروع إلى تغطية حاجة السوق من بطاريات السيارات الخاصة وسيارات النقل، ويعتمد على خبرات محلية متخصصة لإنتاج البطاريات بجودة عالية. من جهة ثانية، بحث وزير الكهرباء غسان الزامل مع سفير الباكستاني شاهد أختر تطوير التعاون في مجال الطاقة الكهربائية، وتم التركيز على جذب الاستثمارات الباكستانية في مجال القطاع الكهربائي بما يحقق نفعا ودعما للقطاع ومصلحة للمستثمرين. وكشف الزامل عن خطة الوزارة لإحداث محطات توليد جديدة خلال العام الجاري، إلى جانب استكمال تأهيل مجموعات التوليد المتضررة وإدخالها في الاستثمار والخدمة. وعن تحسن توريدات مادة الفيول، بيّن الزامل أنه ستتم إعادة تشغيل محطة الزارة، أي المجموعات العاملة على مادة الفيول التي ستنتج نحو 200 ميجاوات، لكن أثرها في الشبكة سيكون متواضعا نتيجة الطلب المتواضع. تخطط دول مجموعة السبع لتطبيق سقفين مختلفين على أسعار المنتجات النفطية الروسية المكررة انطلاقا من قيمتها، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. وتستهدف مجموعة السبع الكبار من هذه الخطوة أن تشمل المنتجات المتداولة بأسعار أعلى من الخام، وكذلك التي تباع بخصم. ووفقا لممثل المجموعة، فإن السقف الأول سيطال المنتجات المتداولة بعلاوة مقارنة بالنفط، والسقف الثاني للمنتجات المباعة بسعر منخفض بخصم عن سعر النفط. في سياق آخر، حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي سيقترب بشكل خطير من الركود خلال العام الجاري، مدفوعا بضعف النمو في جميع الاقتصادات الكبرى بالعالم، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين. بعد الركود الشديد الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008 والركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا لعام 2020، البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بنحو النصف. وفي حال ثبتت دقة هذه التوقعات، فسيكون هذا النمو الاقتصادي السنوي الثالث هو الأضعف. أنا قلق جدا من خطر استمرار التباطؤ. تقديراتنا هي أن النمو العالمي بين عامي 2020 و2024 سيكون أقل من 2%. هذا النمو هو الأضعف في 5 سنوات منذ العام 1960. كما أشار البنك الدولي في تقريره إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا من شأنه أن يذوب رؤوس الأموال الاستثمارية من البلدان الفقيرة، وبالتالي يحرمها من الاستثمار المحلي المهم. هذا النمو هو الأضعف خلال العقود الثلاثة الماضية باستثناء أزمة 2008 وعواقب الجائحة عام 2020. إنه تطور معقد للاقتصاد العالمي، وهذا التباطؤ عام. الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنها قد تتجنب الركود هذا العام، لا تزال عرضة لمزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد، وحسب الخبراء سيشكل ضعف النمو الاقتصادي العالمي رياحاً معاكسة أخرى بالنسبة للشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، علاوة على الأسعار المرتفعة ومعدلات الاقتراض الأكثر تكلفة. خطر حقيقي من الركود قد يزيد الأمر سوءاً في حال حدوث صدمة جديدة للاقتصاد،
فهل يعد تحذير البنك الدولي بمثابة إنذار من التباطؤ وشرارة الانهيار؟ ختام الاقتصادية، شكرا للمتابعة.